قلنا كده يا جماعة، الريسيفر والكمبيوتر والصب وممكن كمان معاهم جهاز أتاري بجهاز التي في بوكس، وزي ما احنا شايفين الجهاز اهو شغال، زي ما احنا شايفين فوق على الشاشة الكمبيوتر شغال كده، الريسيفر اشتغل زي ما احنا شايفين بواسطة هذا المفتاح اللي هو مفتاح الباور. نغير من التلفزيون من مشاهدة الريسيفر للكمبيوتر زي ما احنا شايفين اهو، هندوس ده كده الكمبيوتر الريسيفر، دوسنا ادانا الكمبيوتر، ندوس تاني نجيب الريسيفر، بكل سهولة نقدر نتفرج على الاتنين. طبعا احنا قلنا الوصلات زي ما احنا شفنا الوصلات اهي، دي وصلات اللي بتتوصل بالتي في بوكس تلات الوان دولك، بنوصلهم بالريسيفر زي ما احنا شايفين برضو من الخارج اهو، تلات وصلات اهم جنبيهم او فوق وصلة الار اف، الذكر بتاعها هنا اهو داخل في الريسيفر، والناحية التانية زي ما احنا شايفين متوصل بالتي في بوكس اللي هو ده، الذكر هنا اهو في التي في بوكس والنتاية في الريسيفر. طبعا دي وصلة اللي هي الزرقاء دي بتاعة الشاشة اللي راحة على الشاشة على طول، ودي اللي هي عاملة زي الجاك بتاع الماوس، دي جاية من الكمبيوتر. طبعا دي وصلة الباور زي ما احنا شايفين، دي وصلة الباور، ده بيشتغل ب 12 فولت من ترانس، وده الصوت رايح للكمبيوتر واحد في واحد. طبعا عايزين نكبر الصوت، في وصلة هنا تانية اهي اللي هي بين الاتنين دول اهي، بنوصلها بالصب واسميها وصلة واحد في اتنين، الاتنين بيروحوا للصب، وهنا اللي عاملة زي المسمار بتيجي في ايه هنا اهو. دي كل الوصلات بتاعته، ودي روحة المفاتيح المنيو عشان تدخل على المنيو بتاع التي في بوكس اهو زي ما احنا شايفين، ودي مفاتيح الصوت تعلية وتوطية او تغيير القنوات. طبعا احنا عايزين نظبط القنوات كده، احنا جايبين في حالة التلفزيون، في هنا ده زي ما احنا شايفين كده اللي هو بيجيب الاوديو والفيديو اهو كده، ندوس عليه اهو هتدينا فوق كده فيديو او تي في، انت عايز ايه؟ عايز تشتغل على قنوات التي في اللي هي بتاعت الارضي، او ممكن تولف عليها محطات الريسيفر، تختار محطة وتبحث وتجي لحد ما تلقط المفتاح، تلقط الريسيفر. طبعا لو انت عايز زي ما احنا شفنا كده بالمفتاح ده اللي هو الاوديو والفيديو اللي هو ده، هندوس عليه اهو كده في وضع التلفزيون، كده في وضع الفيديو الاوديو والفيديو زي ما احنا شايفين اهو، لو عايزين التي في بنطلع بمفتاح القنوات لفوق اهو كده، جت على التي في. طبعا التي في معلهوش قنوات اهو، طبعا لسه ما ولفناش عليه القناة. طب احنا لو عايزين نولف عليه قناة، هو واقف على واحد بس، لو عايزين نولف قناة هندخل في قناة في المنيو اهو اللي هو الطرف الوسطاني ده بتاع المنيو، هتجيلنا اول حاجة الصورة زي ما احنا شايفين، نجيبها تاني اهو، كنت الراس الاضاءة الكالر الشير بينز، يعني دي جميع تحكمات اللي هي الحدة يعني
اهو زي ما احنا شايفين، ما في تحت خالص نظام الفيديو برضو زي ما احنا شايفين. ده الفيديو سيستم، ده نظام الصوت. بمعنى لو انا ولفت المحطة ولقيت فيه صورة وما فيه صوت، افضل احول فيه او اخليه على الوضع الاوتو بحيث يجيب النظام الاوتوماتيكي للصوت، او اختار الصوت المناسب ليا. زي ما احنا شايفين هنا كده الفانكشن او دي البيكتشر، كونتراست قلناها كده، بمزرار الطلوع والنزول بنجيب القايمة. أول حاجة طبعا اللانجوش اللي هو الصوت، الستايل نوع الستايل بتاعك، الهوريزنتال أفقي 60 ولا 50، الفيرتيكال اهو زي ما احنا شايفين كده. وطبعا او اس دي تايم اللي هو الوقت يعني، او التحكم في الوقت تقفليه او تفتحيه. في حاجه في قائمه تاني اللي هي قائمه اللي هي دي كلوك اهو، اللي بتقفلي او تحدد الوقت اللي هتقفل عنده او يتفتح اهو. ودي القنوات، ودي التيوننج اللي هو التوليف المحطه، دي تشانل المحطات. عندك محطه واحده اللي انت مش عايزاها اللي تشانل سكايب. وبعدين اهم حاجة عندنا الساوند، صوت نوع السيستم بتاع الصوت، في البي جي، في دي كي، في الاي، في البي جي. شوفي النظام بتاعك بيشتغل عليه، وغالبا في مصر بيشتغل البي جي. لو جبتيه على البي جي هيجي الصوت العادي بتاعنا. هنا التوليف التيوننج، طبعا عايزين نولف بيروح داخلين، احنا جبنا كده وقفنا كل ده بمفتاح الايه الوسطاني اللي هو بتاع المنيو، بس نيجي ونغير بيه المفتاح بتاع تعليه او تزويد القنوات. كده هنجيب على التوليف اهو بزرار الصوت اليمين، وننزل ننزل ننزل بيه بمفتاح تنزيل القنوات، ونجيبه على الايه على التيوننج. وهتجيلنا القايمه ديك، في هنا القنوات، المنطقه فوق الاوتو اوتوماتيك، عايز بحث اوتوماتيك ولا محس مانوال، قناه. وده الفايل لو في شوشره ولا حاجه بتظبطيه منها، بتظبطي منها بالفاين تونينج. وهنا المانوال نجيبها تاني، القايمه ما بتقعدش اهو. نزلنا تاني بندوس على المفتاح اليمين بتاع الصوت، بتجيلنا التيوننج، ننزل لحد نبحث اوتوماتيكي، يجيلنا بمفتاح الصوت اليمين اهو، هيفضل يبحث 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 لحد ما يلقط الاشاره. لو كانت اريال هيلقط اشاره التلفزيون الارضي، الاريال اللي هي بتتحط فوق السطوح او في البلكونات، هيجيب لي القنوات الارضيه. عايزه تجيب القناه بتاعت الريسيفر اللي انت شغاله بيه دلوقتي، هيروح لقيتها برضه وهيديها رقم قناه على حسب ترددها. هنستنى شويه لحد ما ايه يخلص بحث. هو كده لقط واحده بس زي ما احنا شايفين تحت كده، ده تردد بتاع ال VH او بدا يجيب القنوات بحث الارضي، بس طبعا مش موصل اريال، بس هو انا موصله بالايه بالريسيفر، فهيديني يعني ممكن يلقط قناه ولا حاجه ولا اتنين ويكونوا مشوشرين. بس لو عايزه القنوات تبقى كويسه، عايزه اريال يتحط في مكان مفتوح وعالي فوق مثلا السطح. هنا دخل في تردد ال VH اللي هو تردد الأولى والثانية والثالثة، اللي بيلقط عليه قناتنا الأولى والثانية والثالثة.
طبعا ده معروف ان فينا 3 ترددات او 3 نطاقات بيستقبل عليها قنوات التلفزيون. اول حاجة قنوات الاتاري بتاعت زمان دي العادية، وبعدين تردد او النطاق بتاع الجي اتش، وبعدين الترددات العالية بقى اللي بتيجي عليها القنوات الرياضة والنيل كوميدي واللايف والحاجات ديك وبتاعت الرياضة والأخبار يعني، وبقيت قنواتنا اللي بتشتغل على هذا النطاق. طبعا هو بيبحث على اليو كده، اليو اتش اف اللي هي القنوات التردد العالية، زي ما احنا شايفين كده النطاق اهو اللي هو دوك اليو اتش اف زي ما احنا شايفين. اهو بيبحث برضو، هو كده بدأ يخلص او بدأ في النهاية اهو. زي ما شايفين العداد شغال وعمال يجيب الترددات. طبعا لو طلع فيه شوشره ولا حاجه بننزل لتحت القائمه خالص الفاين تيونينج. اما عايزين بقى نجيب قناه فاحنا نجيب المانوال زي ما احنا شايفين المانوال كده اللي هي تحت الاوتو. مانوال يعني يدوي، هتجيلك قناه تستقبلها تروح ثبتها، هتلاقيها ثبتت لوحدها، هتدخل تاني وتجيب قناة واحدة ورا واحدة، وتسكن كل قناة في الرقم اللي انت عايزه. عايز القناة الفلانية على رقم 1 ماشي، عايزها على 2 ماشي، عن طريق تاني خانة ديك اللي هي تشاني القنوات دي. ثبت على قناة واحدة طبعا، بس الظاهر ان الريسيفر دوت مش شغال، ما بيطلعش يو اتش اف، ما بيطلعش اشارة الريسيفر، هو شغال بس على الاوديو والفيديو. طبعا هنرجع تاني ونجيب الاوديو والفيديو عن طريق اهو، ننزل تاني كده على قناة الفيديو ونسيبه تروح جاي الريسيفر. عايزين قناة عايزين نقفل التلفزيون ونشغل الكمبيوتر، بندوش على مفتاح الباور اللي هو دوك اهو، اللي في كل رزيفر مكتوب عليه العلامة بتاعته معروفة يعني، ها الدايرة وعليها زي واحد كده، وبندوس بيروح جايب لنا قناة الكمبيوتر، ونستطيع نشغل كل الأجهزة ديك. ومعها طبعا لو عايزين اتاري او اي، او حتى لو عندنا فيديو، عندنا سي دي مثلا، ممكن نوصلها بالجهاز دوك ويجيب لنا يعني شغالين الحاجات دي بدون ان احنا على شاشة واحدة. ودي الميزة اللي بيديها لنا هذا الجهاز، اللي هو بيخلينا نشغل كذا جهاز على، بنشغل كذا جهاز على شاشة واحدة في نفس الوقت، وبسهوله بنغير. وممكن ادانا يعني كمان ادانا الفرصه ان احنا نشغل الكمبيوتر او شاشه الكمبيوتر العاديه برضه على التلفزيون العادي او على الرسيفر، لان من غير كده هنحتاج يعني جهاز تاني عشان نقدر نشغل شاشه الكمبيوتر. او ممكن نجيب ريسيفر في يو اتش اف ونجيب كونفرتر معاه عشان نقدر نشغله على شاشة الكمبيوتر. شغلانة تانية انا شارحها في فيديو تاني لو عايزين تعرفوها، اللي هو تشغيل الريسيفر الاتش دي مش العادي، الاتش دي مع على الشاشة على طول بواسطة كونفرتر صغير، واصلة كده صغيرة بنوصلها بيه بيشتغل على
شاشة الكمبيوتر العادية. أرجو طبعا اللي ما كنش نسيت حاجة، وشكرا لحضراتكم.